عشان نتناقش النهارده وننشر هذا الوعي في المجتمع. بالتاكيد هو دور رئيسي برضه على الصحافه والاعلام والعاملين فيها. طيب اذا كان الموضوع بيحتاج بيانات اضافيه او معلومات او تحديث للمعلومات، ما عندناش اي مشكله ان الدكتور سعيد اسبوعيا يلتقي بحضراتكم هنا في المحافظه ويمدكم باحدث بيانات عن هذا الموضوع. لكن الحقيقه دوركم في منتهى الاهميه في نشر الوعي لدى المواطن. يعني ببساطه شديده زي ما قال الدكتور احمد كده، احنا المواطن عندنا اخر على انه لما يحس بشويه صداع يطلع المستشفى. موضوع الوحده الصحيه وطب الاسره لسه مش موجوده عندنا في الثقافه. هي دي النقطه اللي احنا عاوزين ننشرها، ان في حاجه اسمها طبيب الاسره انت بتروح له الاول، وهو لن يتوانى لو الحاله تستدعي ان هي تروح لمستشفى عام او تخصصي، لن يتوانى ان هو يحولها. ولما حولها هناك هيلاقي من الامكانيات الطبيه والقدرات الفنيه اللي موجوده في المستشفى اللي تقدر تتعامل معاه وتتعامل.